استأنف الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثاته مع الجمهوريين في الكونغرس بهدف التوصل إلى اتفاق يجنب الولايات المتحدة التخلف عن سداد مستحقات ديونها، وسط تحذيرات وزارة الخزانة من نفاد أموال الخزينة العامة بعد الأول من يونيو حزيران. ويؤكد بايدن باستمرار أن تداعيات التخلف عن السداد ستكون كارثية، لكن الجمهوريين يشترطون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين. فيما يلي أبرز ما قد يحصل في الولايات المتحدة وحول العالم إذا فشلت واشنطن في رفع سقف دينها العام. يتوقع محللون أن تعاني أسواق الأسهم الأمريكية من صدمة حادة مؤقتة إلى جانب تراجع الأسهم الأمريكية وارتفاع أسعار الفائدة وخصوصا عوائد سندات الخزانة ومعدلات الرهن العقاري، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض. ويرجح خبراء أن تنتشر العواقب في الأسواق العالمية، إذ سيثير الفشل شكوكا جدية حول الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة، ويقوض ثقة المقرضين، ويشكك في مكانة الدولار كعملة احتياطية، ويزيد تكاليف الاقتراض الفيدرالي. وفي ظل الظروف الراهنة، حتى التهديد بتخلف الولايات المتحدة عن السداد قد يكون كافياً لإحداث اضطراب في الأسواق وإلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد العالمي. وفي حال التخلف ستكون التداعيات كبيرة، إذ سترتفع بشكل حاد أسعار الفائدة التي يفرضها المستثمرون على السندات التي تصدرها الولايات المتحدة، مما قد يتسبب بركود حاد في الولايات المتحدة سيمتد إلى أوروبا وأماكن أخرى حول العالم.